السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كاين الاخوه لاباس عليكم، بغيكم دائما تكونوا بخير وعلى خير. كنشكركم دائما في كل اول فيديو على التعليق اللي كتوصلني ولا عفوا على الدعم اللي كيوصلني من عندكم. ولا عجبك المحتوى ما تنساش قبل ما تفرج دير لايك باش ان شاء الله نبداو على بركه الله بعد الانترو ان شاء الله. كما دوينا على في الفيديو اللي سابق دوينا على اللاطي، وراه الناس عجبهم اللاطي، يعني الناس اللي تفرجوا في الفيديو عجبهم اللاطي، الموضوع ديال اللاطي. اليوم ان شاء الله غادي ندوي على جوج ديال البرودويات اللي هما ديجا دوينا عليهم وغادي نذكروا بهم. بليم دي اف، لي دي اف اللي هو كلشي الناس كيعرفوه، هي هو راه خرجوا فيه كولورات بزاف، تبارك الله خرجوا فيه كولورات بزاف. هذا من جهه غادي نذكروا ان شاء الله بالثمن ديال الام دي اف، العبار الكبير والعبار الصغير والماط والبريون والموديلات اللي خرجوا ديال 19 مليم. خليكم معايا انتما، شوفوا انتما، راه انتما كتقراو، حنا كنقراو ومعاكم كنقراو. ها هو كتالوج جديد اللي قلت لكم دائما، وداك المره في واحد الفيديو غادي يوصلني الكتالوج. ها هو الكتالوج وصلني، ها انتما هادو راه كاملين الموديلات ديال الام دي اف، وها انتما كاملين هادو راه الموديلات ديال الام دي اف. هادو الكولورات جداد بالنسبه للناس اللي غادي يخدموا الكوزينات ديالهم ان شاء الله. حنا دائما كنبغيو الناس اللي غادي يخدموا الكوزينات ديالهم تكون عندهم فكره على البرودوي اللي غادي يخدموا به، وشنو كيشوفوا الناس دائما الثمن اللي مناسبهم، ويشوفوا العبارات ويفهم. واخا ما غاديش يعني كيقولوا ما غاديش تخدم بيدك، المهم كتعرف البرودوي، يعني كتعرف انت العبار الكبير وكتعرف العبار الصغير. لهاد المعلومات اللي كنعطيكم قسما بالله ما يقدر يعطيهم لكم شي واحد، يعني هاد لو علاش كان يعني كنعتبركم بحال خوتي. هذا من جهه، يعني بحال كنعتبر راسي معكم، يعني واحد الانسان غادي يسول ما غاديش يعرف يسول، حنا الحمد لله غادي نمشي نسول ليك ونعطيك المعلومه اللي غنعطيكم صحيحه. هذه من جهه، ولا اثمنه باش الانسان هو يعرف البي جي اللي عنده. بلا ما نطول عليكم، دير لايك ونبداو ان شاء الله على بركه الله في الام دي اف. كنا هضرنا على الام دي اف العادي ودوينا على الام دي اف الهيدروفيش. هذا من جهه، نعاودوا ان شاء الله نذكركم بالام دي اف، يعني الحجم الكبير. يعني فاش كنقول الورقه الكبيره في الام دي اف هي 2 متر و10 على 3 متر و10، في البريون ديالها 620 درهم، البريون ديالها 620 درهم كما هادي. ها هي هادي راه بريون 620 درهم الورقه، وفي الماط دايره 600 درهم، الفرق ديال 20 درهم. وفي الهيدروفيش ها هو الهيدروفيش، ها هو راه كيكون ديما خضر باين، هذا مضاد للماء. هذا بالنسبه للناس اللي غادي يخدموا ان شاء الله الكوزينات ديالهم بلي دي اف. الثمن ديالو 650 درهم الورقه، العبار ديالها 2 متر و55 على متر و83، 2 متر و55 على متر و83 بالنسبه للهيدروفيش. الثمن ديالو 650 درهم. الناس اللي غادي يخدموا مثلا الكوزينه بالهيدروفيش، كاين اللي كيفضل انه يخدم الكوزينه كومبلي بالهيدروفيش. هذا من جهه، هذا من ناحيه اللي مدعي في غادي نديروا به ان شاء الله السنابق، ولا غادي نغلفوا به الواجهات. وها هما بعد بزاف ديال الموديلات، ها هما كلشي، هادو راه موديلات ديال اللي مدي اف بالنسبه للبلاكارات، ولا بالنسبه لبيوت النعاس، ولا بالنسبه لكلشي، يعني حتى لبيوت النعاس، يعني الكوزينات. هادو ها هما راه كثير هاد الموديلات هادو، عفوا ها نتوما باش يقدر، حيت راه ثقيل. هادو هما الموديلات والكولورات اللي كيكونوا، يقدر تبان لكم في الكاميرا قدر ما تبانش لكم، المهم انا كندير جهدي اللي كاين. ها نتوما هادو راه كاع الكولورات، واي محل مشيتو عنده يعني كيبيع هاد الخشب راه عنده هاد الكتالوجات اللي جبت لكم. وشوف واش عنده هاد الكتالوجات جداد ولا ما عندوش. المهم ها نتوما هادو كاع موديلات ديال الام تي اف، هادو ام تي اف، الثمن ديال الورقه ها هي ثمن الورقه ديالها. ها نتوما كاين بزاف فيها، هذا
من جهه انا عندي الموديل هنايا ان شاء الله غادي نوريه لكم اللي غادي يبان قريب. ها هو لي MTF كيبان لكم هنا، هذا ديال 19 مليم. ها هو كيبان لكم يعني هذا علاش كندوي هنا موديل ديال 19 مليم ديال لي MTF. هذا كان MTF وكاين ام تي اف كما كتعرفوا راه فيه الكولور وفيه المات. هذا من جهه هنايا كنكونوا كنذكروا الناس بلي ام تي اف، وبغيت نشير لكم ان راه الكولورات الجداد ديالو راه خرجوا، راه فيه بزاف ديال الكولورات وموديلات يمكن لكم تختاروا كما بغيتوا. هذا من جهه. ان شاء الله غادي ندوزوا للموضوع الثاني بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم مره ثانيه. اليوم ان شاء الله كنا دوينا على الهاي جلوس، يعني دوينا على الهاي جلوس كامل الثمن ديال الهاي جلوس. هذا من جهه، هذا الهاي جلوس ها هو كما كتشوفوه الكتالوج ديالو، وانا دائما كنصح بهاد لا مارك. هذه لا مارك ديال تركيا، حاجه مزيانه يعني. ها هي شوفوها، حيت انا ما يمكنش نقارن بين الشركات، ولكن هاد الشركه صراحه مجربين لاي جلوس ديالها، مجرب لي تي اف ديالها كيصبر، حاجه مزيانه. ها نتوما كما كتشوفوا راه بزاف ديال الكولورات اللي كاينين. ها نتوما يعني ها نتوما الكولورات اللي كاينين في الهاي جلوس، وكاملين كنعرفوا الهاي جلوس. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على لامي جلوس. لامي جلوس اللي حاليا دابا راه دخل للسوق، اللي هو دوفاس. عنده دوفاس، ها هو كاين واحد الموديل فيه هنايا باش تعرفوا نتوما لامي جلوس علاش كندوي. يعني لامي جلوس هو هو هذا الشكل، هذا كيكون بحال فيه واحد بحال البلاستيك فيه هنا، كيكون فيه هاد ها هو شوفوا البريونس ديالو كي داير، وراه فيه بزاف د الكولورات. ها هو كيبان لكم في الطابلو هنايا مصور، يعني مصور الموديلات ديالو. هذا لامي جلوس البريونس ديالو راه كثير على الهاي جلوس، وفي هاد البلاستيكه هنايا كيبان صحيح. ها هو هذا فيه الكريستال من هنايا اللي كيتسمى البوند شو ديال الكريستال، هو بلاستيفي وكيكون دو فاس، يعني الفاس من هنايا بريون وفاس ديالو من هنايا بريون. هذا لامي جلوس، هذا هو البرودوي دابا حاليا دابا اللي خرج جديد، دخل دابا للسوق، وصراحه شفتو عجبني بزاف. حيتاش حيت الناس ما غاديش يبقاو يعني يبقاش داك المشكل اللي كيكون الناس كيقول لك الهاي جلوس يقدر يقدر يعني تخداش ولا يتكرش. هذا راه بلاستيفي كتشوفوه هنايا، يعني ها انت ما يمكنش لينا يعني حنا اللي نجربو كاع مثلا هكا غنديرو كتجربه. ها انت واخا غادي نبغي يعني ندير لي خدش هكا بحال غادي ندير لي خدش، ها انتوما كتشوفوا راه ما كيبان فيه والو، يعني واخا ها انت هذه البلاصه الماضيه. انا غادي نشوف دابا معكم وغادي نشوفوا شي ساروت ولا شي حاجه. خليكم معايا ان شاء الله، غادي نديروا نجيب واحد الساروت باش نديروا ان شاء الله واحد التجربه حداكم باش نشوفوا واش كيتكرج ولا ما كيتكرج. هذا هو من جهه هادشي اللي كاين. عفوا انا جبت دابا واحد الساروت هنايا، ها نتوما غادي نشوفوا معايا، ها نتوما حنا دابا كنكرجوا فيه هنايا. ها انتما يعني ما بان والو. هذا من جهه، يعني الكلام ديال السيد اللي كيبيع راه صحيح. هذا الشيء اللي كاين دابا على الناس اللي غادي يشوفوا عندي معلومه، من الاحسن ان تدخل لجوجل يعني ولا تدخل اليوتيوب وشوف باش انت غادي يبان لك شنو هو لامي جلوس، وقرا عليه وشوف يعني النوع ديالو. هذا من جهه يعني لامي جلوس، نعطيكم ان شاء الله الثمن ديالو. الثمن ديال لامي جلوس، الثمن ديالو
اول حاجه نعطيو العبار ديالو في الورقه فيها 2 متر و80 على متر و22، غير هو غالي شي شويه، ولكني انسان غادي يدير حاجه كاليتي للدار يصبر شي شويه. الثمن ديالو 980 درهم، الثمن ديالو 980 درهم، هذا هو اللي كاين. وان شاء الله راه هنا الفيديو كيكون سهل، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. وراه غادي ندير واحد الفيديو ان شاء الله على لي زاكسيسوار ديال الكوزينات، يعني المجوره، الشريوات، حاشاكم البوبيل ديال البوطه، نشوفوا كاع داك لي زاكسيسوار اللي تحتاجوا ان شاء الله في الكوزينه، وغادي نجيب لكم الثمن ان شاء الله مع التصاور. وهاد لاميغلوس هانتوما كتشوفوا الكوزينات، يعني الكوزينه اللي كيدار كيفاش كيجي في الكولور ديالو، هذا من جهه. وغادي ندوي ان شاء الله على غادي ندوي نجيب لكم واحد شي معلومات على داك الاش دي اف. الاش دي اف اللي هو واحد الموديل اللي هو زوين، هو ان شاء الله غادي ندوي عليه. و الى عجبك المحتوى ديال القناه دير لايك ودير ابوني باش حتى انا نحس ان المجهود ديالي ما كيمشيش. تبارك الله عليكم، فيديو اخر وفكره جديده، الله يعاونكم.